إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري. تقديم أبو بكر عبد المعطي وأسامة العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ومع سؤال الحلقة 25. إخوات الإيمان، تذخر آيات القرآن الكريم بالاستعارات والكنايات، ويشعر القارئ لكتاب الله بهذه البلاغة وهذا الإعجاز اللغوي، ويستخدم القرآن الكريم اللفظ المناسب في الموضع المناسب، فيسمي الأمطار بالغيث عندما ينزل على قوم أصابهم الجفاف ووصلوا إلى حالة القنوط. وقد وردت في الجزء 25 من كتاب الله تعالى آية تشير إلى فضل الله على عباده في نزول الغيث الذي ينزله الولي الحميد. اذكر رقم الآية الكريمة واسم السورة. السؤال مرة أخرى، وردت في الجزء 25 من كتاب الله آية تشير إلى فضل الله على عباده في نزول الغيث الذي ينزله الولي الحميد. اذكر رقم الآية الكريمة واسم السورة. جوائز المسابقة: 5 جوائز، قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه. مقدمة من وزارة الموارد المائية والري. تنشر المسابقة يوميا على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام. عنوان المراسلة: القاهرة، مسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور 5، إذاعة القرآن الكريم. مسابقة الماء في القرآن والسنة. إلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. الماء في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.